الفصل الثالث، السؤال الثالث من الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك، من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ سؤال صدحات أو قف قبرك لقوة دينها يوحوية نبيك قوايه هو محمد عليه الصلاة والسلام. حتكون جوابي سأوى محمد عليه الصلاة والسلام. ابن عبد الله. ابن عبد الله. ابن عبد المطلب. أنا عبد المطلب. ابن هاشم. ابن هاشم. وهاشم من قريش. هاشم من قريش بكل شيء. وقريش من العرب. قريش نوى عرب كمدين. والعرب من ذرية إسماعيل. عربنا وإلمه أما ذرية النبي إسماعيل. ابن إبراهيم. إسماعيل كي ودلي ابن إبراهيم ودلي. عليهم الصلاة والسلام. عليهم الصلاة والسلام. له من العمر 63 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام عمره يسوعها لحدا يصدح سنة. 40 قبل النبوة. أفرتن سنة أنت النبي نبي هذا كهر بأهي. 23 نبيا ورسولا. صدح يلواتن سنة النبي يرسول بوها. ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وتوفي بها عليه الصلاة والسلام. مكة أيو كل شيء وحنا وهاجر إلى مقالة المدينة أيضا أيونا كل انتهي صلى الله عليه وسلم. إلى ماذا يدعو؟ محو النبي قدتك ويراي يدعو للتوحيد قدتك ويراي توحيدك وينذر عن الشرك وحو كدقها هي شركك. بعث الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الجن والإنس. إلهي وحو أصوى الدري لبدا لو يقان الثقلين أو العسلية أو إنسك أي جنك. ما معنى هذا؟ ما تاسمع عليه ذو محيطة. معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر مخلد خلود أبدي في النار، سواء كان يهودي أو نصراني أو ما إلى ذلك. تاسنا معنى ذو حوية قف كست ودعوة النبي وأيسو قارتي صلى الله عليه وسلم أو أن رومين قال ويه أما يهودي هالنقضه أما نصراني هالنقضه أما غير كيس هالنقضه. أكمل الله به الدين. إلهي النبي قل كل ما يستر الدينك. ما معنى هذا؟ معناها أن لا نستطيع أن نبتدع في دين الله، لابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. معناه إذا تسمح ويا إن أن دينته أن وح بدعة أما وح قصادرين كتك النبي ونوجه عن قابنه. لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا أمر به وعظم أمر به التوحيد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كمتجن وح كستوى له النور وين أيه؟ إلا ونشر وحن وين توحيدك. ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه أعظم ما نهى عنه الشرك. وح إلهي نقف بينها هينا متشران ونبي كتجي إلا وأنه قدجي وحن وين شرك. هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. نبي ونبي نبي نوايا رسول نوايا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. إلهي وحن ودي سنينا إن نلقى كل ميو نبي عليه الصلاة والسلام في جنة الفردوس ولو كل ميو، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.